حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. طبعا احنا مستمتعين وياكم بهذه الفقرات الجميلة، ودائما اليوم بداية الحلقة أنا نوهت أنه اليوم راح تكون عندنا فقرة المعلق الصوتي. مثل ما تعرفون الكثير من عندكم يحب المعلقين الصوتيين خصوصا بالعاب الرياضة. اليوم موجود وياي مصطفى البديري، رحب بك وأهلا وسهلا بك وسعد مساءك. الله يخليك حبيبي، حياك مساء الخير مساء العافية. طبعا دائما احنا يجذبنا أصوات المعلقين الرياضيين ويشدونا هم أكثر ويسوون التشويق. خلي نعرف اليوم، هل المعلق الرياضي تحديدا هل هو دراسة أم مهارة شخصية يعني موهبة؟ شت الاثنين يحتاجن المعلق، موهبة وخزين المعلومات ضروري، لأن تكون أنت مباراة ساعة ونص يحتاج لها إلى خزين من المعلومات، لأن يصير مملة إذا بس تدعين اسم اللاعب، لابد واحد يطرق للمعلومات. أنت إيش قصر لك باي المهنة كونك أنه أنت تدير الفرق الشعبية، وهاي الشغلات الزينة اليوم نشوف أنه الفرق الشعبية تمتاز بالمعلق. استاذ يعني موهبه التعليق انطلقت عندي من ايام البلاي ستيشن عام 99، اقلد عدنان حمد الحمادي. بس كمعلق يعني ارتقيت منصه التعليق تقريبا 2006 2005 بهالتوقيت هذا. ايضا يعني صار فتره زمنيه مو قليله اليوم. طيب انت قلت لي الاثنين، مهاره والدراسة، شنو الدراسات والإمكانيات اللي لازم أنت تشتغل عليها؟ هل فقط هي الثقافة الرياضية العامة أو لا أكو دراسة أخرى لازم أنه أنت تدرسها وتتعمق بها حتى تكون إنسان متمكن، معلق رياضي متمكن؟ ست المعلق اللي أوجد حداثة بعالم التعليق اللي هو المعلق الإماراتي عدنان حمد. نعم. أخرج من المألوف مثلاً على صعيد، قبل كان المعلق أحمد راضي، لا سعد قيس، بس هذا عدنان حمد أوجد الحداثة. مثلا قال البرازيل تعتمد على قصب السكر، يعني دخل معلومة عن من يتحدث عن البرازيل، عن ميزانية البرازيل، عن سعر اللاعب، فقام هذا الموضوع يخلينا احنا ندرس كانيات اللاعبين والمدربين وإلى آخره. نعم. زين اكو بعض اللاعبين خصوصا احنا على مستوى الدوري الإنجليزي تشوف انه شويه اسمهم صعبه، خو الدوري الالماني لا انسى يعني ما يجيدها يعني كلهجه اكيد يعني الالماني مثلا كليزمان، شنايدر، بيرهوف، ميرانغ، اي عفوا اسماء صعبه. بس المعلق من يعني يعتبر عمله راح يبدع بهالمجال، لان الانسان اذا حب عمله شوفه يبدع بهالمجال. اعطينا شويه مقطع صغير تعليق رياضي بسيط انت حافظه موجود بخزين معلوماتك وبذاكرتك. إذن أيها الأحبة يا الأصدقاء، عبر قناتي زغروس نتحدث في قيمة وقمة كبيرة، من هنا هبة الله الجميلة هبة بمواجهة كبيرة أمام الأستاذ عيسى، فمن سيأتي بالأخبار السعيدة وإلى آخره. يعني حلو، يعني اليوم مو فقط التعليق الرياضي، حتى حس الفكاهة موجود طبعا عندك. لازم واحد يعني لأن يصير ملل، واحد يأخذ معلومة يأخذ الى اخره. يعني زين مصطفى، قبل شوي انا قلت لك انه الفرق الشعبيه هسه انضافت هاي الميزه انه مال التعليق خلال اللعبه، هي ذا وقت ساعه اكو صارت انه ميزه المعلق. شلون هاي انضافت هاي الفكره وليش انه دخلت انها هسه بالجديد؟ استاذ توفرت، لان احنا قبل كنا نتمنى يصير عندنا طوبتين حتى طوبه تروح ننتظر طوبه ثانيه. فاليوم كل شيء توفر صح. يعني سالم مسوي بطوله دوري ابطال اوروبا، من ضمن ما اقول شروط اقول طلب، من ضمن طلبي للفرق اقول لهم كل واحد يجيب درس احد الانديه الاوروبيه. حلو. لان موجودات كلها بحاضر القاضي. فنسوينا بطوله دوري ابطال اوروبا، واحد يمثل المان يونايتد، الارسنال، تشيلسي، ريال مدريد، يوفانتوس والى اخره الانديه الاوروبيه. فكل شيء متوفر. الامور الصوتيه قبل يعني هاي السماعات ولو تجي لو ما تجي وصعبة على لاعب فرق الشعبية، اليوم كل شيء متوفر، يعني السماعات موجودة وإلى آخره. وأصبحت إذا تريد تنجح بطولة التعليق جزء لا يتجزأ من النجاح والتصوير. أكيد. صح. صح. واليوم أيضا الأدوات اللي لازم تكون متوفرة حتى تساعد هي المعلق الصوتي أن ينجح ويبدأ أكثر في هذا المجال. طيب تحدثنا اليوم عن البطولات اللي أنت شاركت بها محلية فقط أو أنه أنت شاركت على صعيد عربي أو دولي؟ والله ست أنا منظم بطولات. طيب. يعني أكو فترة أجد فرق من أبو الخصيب من البصرة شاركت يمي، من الديوانية، من النجف الأشرف، أكيد من جهة يعني كل محافظات، مو من باب المدح بالنفس. بطولتنا يعني مدة 13 عام على التوالي هي البطولة الأفضل في بغداد. من تقول أنت بغداد العاصمة، يعني صعب جدا أن تلقى بغير محافظة تنظيم، لأن التنظيم على أعلى مستوى من باب المدح بالنفس. يعني تقدر تطب على صفحة مصطفى البديري وتشوف
قبل فتره هم التقيت بالاستاذ اياد بنيان رئيس الاتحاد حاليا اللجنه التطبيعيه، طلب انه من عندي انه انا اكون متواجد ضمن كادر الاتحاد لما شافه اندهش به من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الافكار اللي قدمناها في عالم الفرق الشعبيه. حلو زين، هذا تحتاج الى اكاديميه. اليوم انت كمصطفى بديري يعني انه عندك بعض الاشياء، قدرت انه تسعى الى انشاء اكاديميه للمعلقين خصوصا بالعراق، احنا نفتقر لموضوع التعليق الرياضي. استاذ انا بطبيعتي يعني انا ضد المتطفلين، يعني انا اشوف انشاء الاكاديميه يجب ان يكون المدرب تربوي ولاعب كره قدم قديم و يعني هذا تطفل من اني بهالعمر هذا واجي الزم. يعني ممكن تجيب اساتذه كبار، ممكن اتعاقد ويا اساتذه كبار وهاي، بس هذه الجنبه يعني تاركها الى غيري، يعني ما اشوف نفسي بيها انه انا ادير اكاديميه، لان انا هم عندي فريق استاذ وهم معلق وهم عندي ملعب وهم منظم بطولات. حلو، فريق شنو فريقك؟ فريقي اسمه شباب الانديه. حلو. نعم زين مصطفى، شنو الصعوبات اللي انت واجهتها حتى وصلت الى مرحله الاحترافيه اللي انت واصل لها مثلا؟ وانت مثل ما تفضل زميلي عيسى تحتاج وتشوف انه من الضروري انشاء اكاديميه لاستقطاب المواهب للشباب المعلقين بالضبط، حتى انه تاهلهم يكونوا مؤهلين حتى يعني يتجاوزون العقوبات اللي انت ممكن واجهتها. نبدأ بالسؤال الأول، الصعوبات اللي واجهتها يعني من ناحية بناء الملاعب وإلى آخره، وهذا ما وجدناه. يعني أنا هسه المتحدث بناء ملعب على حساب الخاص، رغم أنه أكو منتديات الدولة سويها، بس أنا ساحتي من قبل من 97 ملعبي ترابي، راجعت ردت ما صار ملعب تارتان، فأني من جيب الخاص حولت إلى ملعب تارتان على أساس أنه هم يطلع مني مقوتي وأنفذ هوايتي بي. هذا الصعوبات اللي واجهنا. يعني أكثر شيء صعب كان عندنا هو الأرضية، الملعب تعرفين ست العالم تطورت، بعد صعب يلعب على ملعب ترابي وعاجة ترابة ويجلخ اللاعب، فأصبح الفرق الشعبية يعني تحتاج لها الجنبة المادية. أي هذا أصعب الأمور. زين أنت قلت أنه أنا تحدثت مع عياد بنيان باللجنة التطبيعية. نعم. أريد أعرف أنه ليش ما تحدثت وياه بهذا الشيء، انه بقدر المستطاع انه يكون اتحاد الكره يدعمك ويوفر لك فد ملعب، او بقدر المستطاع يوفر لك فد ساحه على الاقل انه انت تلعب بيها. احنا استاذ انا قبل يعني كنت اتوقع انه عضو البرلمان يقدر يسوي هذا الشيء، فانا بعدين اكتشفت اكو سلطه تشريعيه واكو سلطه تنفيذيه والى اخره. فانا الارض اللي انا عندي من اروح اراجع الامانه، الامانه تقول هذا مو صلاحيتي، ما اقدر انشا ملعب هنا. اروح اراجع الراي يدزون على الماليه القانونيه، فيعني دخلت بدوامه معاملات ناس تدبك على ناس، يعني مو من ضمن صلاحياتهم انهم ينشؤون ملاعب للفرق الشعبيه، يعني هذا عمل مجلس محافظه، فمجلس محافظه يقول لك انا اريد قاع كنت تابع للمحافظه حتى من انشا عليها ملعب ما اتعرض الى مساءله قانونيه، فهذا جزاني لان ملعبي مكان هو ما تابع للامانه واجهت بهذا الصعوبه. على صعيد الهواية الشخصية اللي أنت تملكها اليوم، أكيد عندك هدف وطموح أكبر من اللي أنت بي. شنو الطموح اللي أنت حاب توصله، وهل بإمكان بفترة معينة ممكن أنه أنت توصل لهذا الطموح تحقيق هدفك؟ ستبا ما أخفيك، أنا يعني أشوف أن الله سبحانه وتعالى أعطاني أكثر مما أنا كنت أحلم به. الحمد لله. يعني أنا كنت أتمنى، يعني وكل واحد من يجي لكرة القدم يتمنى يكون لاعب، من ما لقيت نفسي لاعب كرة قدم صرت مدرب، ولو أنا ضد مدرب فرق شعبية، رئيس فرق شعبية، لأن كلمة مدرب أنا أشوفها أبعد، رئيس فرق شعبية، بعدين نظمت بطولات، صرت معلق، فيعني مقتنع باللي أنا واصل له. الحمد يعني خلاص أنه أنت اكتفيت بهذا سقف الطموح، بقت أنه أنا شلون أحافظ على اللي وصلت له أنا بهاي المرحلة. يعني اليوم القناعة مسألة جدا مهمة، وأيضا باب الأمل اللي هو فاتحها نفس هذه النافذة اليوم. بإمكانك أنه أنت اليوم تساعد شباب يمتلكون هذه الموهبة صراحة؟ عندي رابطة رابطة منظمين بطولات والاستشارة موجودة والدعم على قدم وساق، يعني خصوصا بطولات الشهداء أروح أعلق مجانا بطولة. حلو. أي يعني وعدي رابطة، أيضا رابطة معلقين بغداد كذلك ست. فموضوع الدعم، لأن أنا بصراحة جزء في بعض الأحيان حاربت من بعض الأصدقاء، ما أرد أعيش نفس هذه العيشة. ما تعيش يعني الأشخاص بالضبط اللي حاربوني اللي أنت عشته، ما تحب تعيش هذا الإحساس. حلو، كل التوفيق. شلون علاقتك بوزارة الشباب والرياضة؟
قبل فترة كان يوم وزير الشباب رياضة عدنان درجال مباراة للراحل جبار رشيد الشاعر، وجا المحافظ لعب، وجا استاذ صباح الكناني، وجا الدكتور خالد الركابي، والاسماء تطول يعني علي الفريدا والشعراء كلهم علي المحمد داوي. زين هنا التسهيلات سووا لك بعض التسهيلات، لان انت بحاجه الى ارضيه ملعب، بحاجه الى انا الساد عندي ملعب. لا بس انه ملعب انا مسوي على حساب يعني انا احكي انه كدعم حكومي، يعني تعرف اليوم الشخص لازم يكون اكو دعم، اليوم الايد واحده ما تصفق، تحتاج انه الكثير من الايادي من اجل انه النهوض بعمل ممتاز، انه يشرف باستحقاقات، احنا نقول استحقاقات دوليه، ما نركز فقط على العراق، حتى ممكن انه نسوي هاي الفرق الشعبيه، ليش ما نطمح انه ننقل هاي الفرق الشعبيه ونلعب بيها حالنا حال الغرب، الغرب اليوم هم عندهم فرق شعبيه ومتميزين ويلعبون بيناتهم، ابسط مثال عندك الارجنتين. استاذ انت دقيت باب انا اعاني من عنده، لان اليوم الوزير والمحافظ لما يجون بملعبك، المحافظ يلعب والوزير من ضمن الحضور والاستاذ صباح الكناني، ومن يشوفون هاي الاسماء ثق يعني منك وبيك يقول انت لا، بس انا اليوم امام فضائيه وامام الملأ اتحدى اي واحد من عندهم دعم مصطفى شخصيا ماديا، اتحدى اليوم انا امام فضائيه، لان وين ما اروح يا ابو مو معقوله وزير يجيك وما انطى، محافظ يلعب بساحتك وما انطى، فانا اليوم فضائيه وقدام الكل واتحدى من يقول انا جيت وقدم الدعم. اكو وعود هسه من الاستاذ عدنان درجال على اساس انه يغير السياج مال الملعب، ولحد الان احنا ننتظر. قبل هم زارني عبد الحسين عبطان، هم قال انه اغير الارضيه مال الملعب وما تنفذ الوعد، فاحنا على وعود حمل وشيل على قولت يقولون، بس تطبيق الواقع احنا عندنا اهم. زين ارضيه ملعبك وين موجوده؟ بالشعب، منطقه الشعب. منطقه الشعب ايش قد مساحتها؟ 80 42 يعني هاي القياسات؟ لا مو تندر قياسات، لان تحكمنا احنا ست المساحه. تطمح انه يكون عندك مساحه وارضيه بالملعب اخر؟ اكيد، بس كون يعني ست انا مو والرقعه الجغرافيه وين انت تطمح تكون صراحه؟ ست هم يعني هذا التفاته من عندك، اصعب شيء واجهته اني بالرياضه انه ملعبي قريب على السد بمنطقه الجمعيه، تعتبر منطقه مو، فمن كنت ادعي الشخصيات صعب جدا تواصلهم. يعني من اجاني المايسترو ابو شمم، نشأت اكرام، عباس عبيد، اسماء كبيره وصلت لملعبنا، يعني اعتمدت وضيعت سنين في سبيل انه انا اجمل صورتي حتى يقدرون يجون لهذه المنطقه، يعني صعب جدا يعني كم السده وبعيده فهذا يعني اعتبرها من سر نجاحي انه انا قدرت انجح بهذه المنطقه. بس ما جاوبتني يعني عذرا، وين تطمح انه يكون عندك ارضيه ملعب؟ خاف اقول غير الشعب و لا طبعا احنا احترامنا لكل مناطق بغداد، لكن اليوم كل انسان يطمح الافضل لنفسه ولابناء المنطقه باجمعهم، اكيد هم نفسهم اللي يترددون على ملعبك راح يطمحوا لك الافضل، ويعني يتمنون يرتقون بهذا الواقع اكثر حتى كل انسان يطور من مهاراته ومن امكانياته، دائما احنا نطمح للافضل. ست ما اخفيك سر، انا يعني الحمد لله يعني على صعيد التنظيم قلت لك 13 عام على التوالي انا افضل منظم، يعني بغداد وين ما اروح احسها ملعبي من استقبال الجمهور، وين ما اروح هذا جواب دبلوماسي مو ست اذا اقول لك الشعب حتى مزع جمهورك اي راح يشنون علي هجمه ليش دي تطلع من الشعب والى اخره، يعني شوفهم دائما يتفاخرون وين ما يقعدون احنا عندنا مصطفى، فصعب هسه اقول غير منطقه. هسه انت خلصت من شو اسمه السؤال، هسه راح يخلصك السؤال يلا عادي. زين راح تدخلون الانتخابات تحت كره؟ يعني اليوم احنا نفتقد لموضوع الفرقه الشعبيه، نفتقد انه على شخصيه تمثل الفرقه الشعبيه باتحاد الكره على الاقل تكون سانده وداعمه لهم امام كل المحافل، تعرف يوم اتحاد الكره ما شاء الله هو على كل المستويات، الاتحاد الاسيوي حتى شو اسمه الفيفا، يعني هذا شيء مميز راح يكون، راح تكون لكم بصمه او وقفه باتحاد الكره راح يخلوكم؟ استاذ عندنا مدير شعبه الرياضه الاستاذ توقع غسان موكل من الدكتور خالد الركابي مديريه الرصافه، إذا طرح هذا الموضوع ولو أنا يعني اعتبرني الدكتور خالد مستشارة يأخذ رأيي في بعض الأمور خاصة فرق الشعبية، يعني رحم الله من احترم ذو الاختصاص على أساس أنه أنا مختص بعالم وقسم الهواة، فدائما أنا على اتصال إذا هذا الموضوع ليش على الرحب والسعة، يعني راح تدخلون إذا اتيحت لنا الفرصة والدعوة، يعني واحد يفرض نفسه حقوقك هواية شو اسمه عندك يلعبون بالمنتخبات الشعبية وتشوفهم لاعبين، يعني ليش ما احنا نسوقهم؟
ليش ماكو جهه تحتضنهم؟ ما بها فرحه عشرة المنية. انا اذا مو هم يردون انا شلون يعني افرض نفسي؟ صح اي حلوه ما بها فرحه عشرة المنية. طيب قول لي اليوم شنو الجوائز اللي انت حصلت عليها ومن قبل منو تم تكريمك؟ تحدث لنا عن هذه. يعني الجائزة محافظ بغداد السابق جائزة افضل منظم بطولات، عبد الحسين افضل معلق رياضي، حلو شو اسمه عبطان قال لي افضل معلق، لا عدنان درجال افضل منظم بطولات، هذا على صعيد الدولة. تحياتنا لابو النور حامد المسوي، تحياتنا اللي نظم بطولة عزيز العراق، هاي أيضا هم كرمت من هذه الجهة على أساس أنه أنا أكفد التفات التنظيم وأكل لمسات فنية. حلو. هذا و 13 عام على التوالي أفضل منظم بطولات في بغداد. مزيد من التفوق والنجاح. شكرا لك. خلينا نجي لتقنية الفار. نعم. شلون كرست هذه التقنية دخلتها؟ والله أستاذ يعني للمرة مليون وين ما أروح أقول الإبداع هو الإتام بجديد. يعني أنا أحب دائما أي شيء جديد يصير اللي هم يعتبرون مرجعنا من ناحية الجمال والترتيب والتنظيم هم أوروبا أو في أو الفيفا، فباوعت على الفار شنو المستلزمات اللي موجودة شنو اللي نقدر نسوي، جبنا هاي الكاميرات المال بيت المراقبة وصلناهن إلى كابينة، فالهدف موجود لهاي، وعندنا واحد أصدقائنا على الماوس عندنا صارت أكثر من حالة يرجع لها الحكم ونرجعها ونقررها، يعني فد شيء بسيط يعني مو الفار اللي ببالك قدرنا نحقق فد لمسة يعني ولو جزء يعني بسيط يعني. جزء بسيط يعني وإن كان بسيط لكن مهارة الشباب واللي أنت التيم مالتك تقدموه بطريقة عظيمة يمكن هو هذا اللي يميزكم. أكيد. زين طيب قل لي أنت اليوم شوف نفسك منظم أكثر أو معلق رياضي أكثر؟ أنا أحب التنظيم أكثر. أحب التنظيم. أحب أنا التنظيم بس يعني ناس منهم من يرى مصطفى معلق ومنهم من يرى منظم. يعني من قسم اللي يعرفون مصطفى الفديري يراهنون على أنه هو المعلق، بس كتنظيم لا، كتنظيم الأول بإجماع الكل. حلو. زين أنه ما تحس أنه أكو تشتت راح يصير بالاختيار يعني معلق ومنظم ورئيس فرق شعبية، فهذا تشوفه مو تشوف أنه أكو تفاوت بين الاختصاصات؟ اليوم الشخص من يكون باختصاص واحد يمكن يبدع أكثر، راح أنت أكيد يعني هو حب الاطلاع لازم يكون عند كل شخص وحب الطموح لازم يكون عند شخص، بس بالآونة الأخيرة يعني لازم أنه الشخص يكون عنده مثلا كمدرب يبقى مدرب، رئيس يكون رئيس، وكأني أسوي مثلا تجمعات أبقى مثلا أسوي تجمعات على مود أبدع بمجالي. ليش أنه أنت عندك ذني كلية أنت جامعها؟ قبل قليل أنا قلت لك أستاذ قلت لي ليش ما نفتح أكاديمية؟ قلت لك تصعب علي أنا الفرق اللي تشارك عندنا بالملعب مرات أنا ما موجود عندي ظرف يقولون لا خلي لعبتنا بيوم كون أنت بمعلق. فالتعليق يعني انفرض عليه يعني تفتهمني أستاذ؟ حلو. يعني مطلب الفرق يقول لك أنا من أجي أشارك بملعبك. أنت وين شوف نفسك مصطفى؟ منظم. منظم؟ أي أنا كمصطفى يعني أحب التنظيم. حلو. أحب التنظيم. زين اليوم تحب تشارك أنت كمنظم أو كمعلق اللي يعني كرة المنتخب العراقي تحب تكون دولية؟ قبل فترة من التقيت باستاذ عياد بنيان قال احنا لما الفترة الزمنية لمباراة الكويت وهذا كنا ندخلك ضمن الكادر لنظم مباراة الكويت والبصرة، يعني هذا خبر انا حتى ما حاكي به يعني حصري يعتبر هذا السبق اي مو انا تحتفظ به نفسي واخذ حوائجكم بالكتمان يعني هذا البارد الله يوفقك احنا يعني حلوه بارده ونتمنى كل يوم كل شاب طموح وكل انسان يحلم ب شوف انت بس خليني اعلق على في شيء انت ذكرته كان حلمك انه تكون لاعب كره قدم ما نجحت اليوم هو ما فشل ما يعتبر فشل، الفشل إن هو يستسلم لكن نجح أكثر وأبدع بمجال هوايته بحبه، كان أكو بصيص الأمل اللي أنت كان موجود بحبك لهذه المهارة كرة القدم، شوف اليوم مكنك إنه أنت تبدع في هذا المجال أكثر، ممكن تدير المباراة بأكملها، وين إنه أنت تكون فرد صحيح. أنت أصبحت تقود الأفراد، هذا شيء عظيم جدا. بذور على الستي هذا اعتزمي. يلا ان شاء الله خليج 25 بالبصره قول ان شاء الله ان شاء الله نقول يا امين قول يا رب واحنا نقول امين ان شاء الله الملعب جاهز هسه كل شيء ملعب النجف ما ظل شيء يعني هي عاده خلقت الاعذار لاستخدامها ان شاء الله ماكو اعذر باقات موجوده اريد شيء للافتتاحيه بصوتك اذا يا احبه الاصدقاء
البصرة بصرة السياب نتحدث فيها وعنها ومنها وإليها الخليج في صافرة وفي نفخة أولى. قولوا آمين أيها العراقيين من أجل لغة العبور للغة العالمية، لكم مني خالص التحية. شكرا لك أستاذ، نورتنا نورتنا كل التوفيق يا رب والنجاح. شكرا لك من جديد يا مصطفى، دائما نتمنى لك الإبداع أينما كنت، منظم أو معلق. جدا ممنون، بالتوفيق. شكرا لك من جديد. طبعا أكيد مستمرين معاكم بتكملة باقي فقراتنا. خلونا ننتقل إلى تقرير عدة زميلتنا أضواء، إلى هناك.